بيطلعوا فينا نظره انه يي حرام مهجرين ليه. فجاه بتلاقي حالك بدون اي شيء موجود بسياره انت وعائلتك وغرضين معكم. يعني صعب، يعني صرنا عن جد ابن الضيعة. هلا اكتشفت انه بخاف بالمدينة من البشر المدينة، صعب نتأقلم معه كثير صعب. يعني اليوم ما عندنا خيار لا انه نرجع بيوتنا ولا عندنا نفسية نرجع بيوتنا، مش عارفين نتخطى. يعني هلا اذا وقفت باللحظة الحرب ما فيك تتخطى انت ببالك انه ما صار شيء رجعنا من بيتك، اذا كان بعده طبعا. يعني ف في شيء ما صعب يتفسر. انكسر شيء بيننا وبين بيوتنا، انكسر شيء بيننا وبين كورونا، بيننا وبين رفقاتنا. يعني ما فيك ترجع على مقاهي تسأل على رفقاتك وينهم، راحوا. يعني بالنهاية الشباب اللي عم تستشهد هون 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 هن اولاد ضيعنا، هن رفقاتنا، هن اخواتنا، هن اولاد عمومتنا، هن جزء مننا. السبب الرئيسي لخروجنا من القرى كان إدراكنا أن منا آمنة، وأنه عشنا بما سبق تجربة سيئة بال 2006 اللي تأخروا لظهروا من الضيعة، شي منهم استشهد بقلب القرى بمجازر صارت، وشي منهم أثناء نزوحهم على الطرقات بصور وغيرها كمان استهدفتهم طائرات ووقع شهداء. نوعية الحياة إذا ما نحكي بطبيعة الأحوال تغيرت من نظامك الغذائي لروتينك اليومي وصولا لنومتك اذا بدك، هاي اذا بتعرف تنام بعد بهالايام. هاي صوره من سهره عندنا بالبيت، شوف كانوا يجتمعوا رفقاتنا كلهم. كثير رفقت لهيك لحظات، نعمل سهره نار بالدار طلع فيهم هني، وكل واحد وينه هلا. يعني كل واحد اليوم عايش معاناته ومهجر مطرح، التواصل بطبيعة الأحوال صار محدود. هيدا دار أمي، كان مليان ورود وهيك، قلت لك هيك اليوم على البحر هم بدك تشتري الوردة. هيدا بس جلة صغير عند أمي، محيط البيت كله هيك. في بدي نفرجيك على فيديو. هذا اول شيء عملته، هيدا قهوه شو اسمه، اكثر شيء بشتاق له الخزانه اللي كنت احط عليها الصابون. كنت كل ما اعمل صابون جديده اقول لهم لا 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 هاي احلى صابونه، اجى لي وراها اقول لهم لا هاي احلى من هيديك، بس اخشي يطلعوا كانوا مش مستنيين. واحد بصير يحاول يعرف حاله تضرر او لا. بيوت جيراني ضرر وشفتهم، ما قدرت اعرف بيتي اذا صابوا شيء. انا بعد الهدنه ما قدرت ولا مره او حدا قدر يوصل على هذيك الحاره يعرف لنا شو صار. اوقات في اخبار ما بدك تعرفها، اوقات بتحس انه اللي عم يبعت اخبار عم بيتاجر على حساب وجعك وعم بيكابر على حساب وجعك الشخصي، بتنفر منه للموقع او غيره. الناس اللي كنا نعتمد عليها، فاحد الشباب اللي كثير ضل فوق على طول اول ما توقع الغرام كنا عم نحكي، او قبل ما هيك مش تليفوناتنا يكون هو خبرنا وين صارت الامور. دفع حياته حقه. يعني ساشا ليه بدي ارجع على طارون اكيد لو ساعه راجعه، يعني بدي ارجع، يعني بدي خلص. واصلا طفحت، يعني امتى بركب وبمشي بدور وبطلع ما حدا بيعرف صراحه.